بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بيان مكونات الجبل الأخضر بالبلديات الآتية: البيضاء، شاحات، وردامة، الساحل، عمر مختار، سوسة. تؤكد على وحدة الوطن وعدم الانقسام، ونطالب السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بزيارة معلنة للجبل الأخضر للاطلاع على المشاكل والاحتياجات البلديات وحلها، ونؤكد أننا جزء لا يتجزأ من برقة، ونطالب بحقوق الإقليم لتطبيق مبدأ الشراكة الحقيقية في الوطن. كما نطالب الحكومة بصرف مستحقات القيادة العامة من ميزانيات ومرتبات، وتؤكد على ضرورة فتح مطار الأبرق وتسيير الرحلات الداخلية والخارجية. إن الجبل الأخضر قلعة الجهاد مع الوطن ومع وحدة ليبيا. وتؤكد مجددا على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة في موعدها والقبول بنتائجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكونات الجبل الأخضر: قبرة البيضاء بتاريخ يوم السبت 10/23/2021.